ومعنا هاتفيا من اسطنبول الكاتب والباحث السياسي دكتور جاسم الشمري. مرحبا بك دكتور جاسم. اذا بعد تأجيل جلسة مجلس النواب اليوم لاختيار الرئيس، ما تفسيرك لهذا التأخير لحسم هذا الملف؟ نعم، شكرا لكم. القضية هي تتعلق في الجانب الكردي، ذلك لأن الكرد لأول مرة لم يقدموا مرشحا واحدا لمنصب رئيس الجمهورية، وبالتالي كما أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني اليوم أنهم وضعوا الكتل الموجودة داخل البرلمان بموقف محرج، ذلك لأنهم لا يريدون أن يميلوا إلى طرف، يعني على حساب طرف آخر، وبالتالي القضية السبب الرئيسي هو أن الكرد فشلوا هذه المرة في تقديم مرشح أوحد لمنصب رئيس الجمهورية. لماذا برأيك لم يتوافقوا هذه المرة على مرشح واحد؟ معلوم أن القضية فيها تراكمات طويلة، بدءا من قضية الاستفتاء وانتهاءا بموقف الكثير من الشخصيات الكردية في العلاقة مع بغداد، وربما عدم التعاطف مع الحزب الديمقراطي الكردستاني في أزمته مع حكومة بغداد، وأيضا الانتخابات الكردية التي جرت اليوم والتي أظهرت تقدم الحزب الديمقراطي الكردستاني. وبالتالي قرأنا بيانا واضحا للحزب الديمقراطي قال فيه أن الاتحاد الوطني بزعامة الطالباني أخذ المنصب بأكثر من مرة، وبالتالي هو ليس ملكا للاتحاد وعليه نحن نطالب هذه المرة، وهذا كلام الديمقراطي، نطالب هذه المرة بأن يكون المنصب رئيس الجمهورية من حصة الحزب الديمقراطي. ويعني مما لفت انتباهي في البيان أن الكرد قالوا أن منصب رئيس الجمهورية هو استحقاق لشعب كردستان، وهذا الأمر حقيقة يعني أمر غريب، ذلك لأنه منذ عام 2005 وحتى اليوم قسم السياسيون الموجودون في المشهد العراقي، قسم اللعبة السياسية إلى البرلمان للسنة ورئاسة الوزراء للشيعة ورئاسة الجمهورية إلى الكرد، وهذا الأمر لا يوجد ما يدعمه لا في الدستور الحالي ولا حتى في دستور إقليم كردستان، وتبقى القضية هي قضية توافقات بين الكتل الفاعلة في المشهد العراقي منذ عام 2005 وحتى اليوم. هذا الانقسام بين الأحزاب الكردية أو بشكل أوضح بين الحزبين الرئيسين الكرديين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني على منصب رئيس جمهورية في العراق، برأيك هل ترك أثرا في الانتخابات الداخلية البرلمانية في كردستان؟ لا شك أنه ترك أثرا، ومعلوم أن الاتحاد الوطني انقسم إلى فريقين وربما إلى ثلاث يعني فرق بعد أن خرج برهم صالح في حزب، ثم عاد ثانية بعد أن وافق الاتحاد على ترشيحه لمنصب رئيس الجمهورية. إذن يبدو في القراءة المشهد الكردي أن الحزب الديمقراطي أكثر تماسكا من الاتحاد الوطني، وهذا هو الآن يتقدم في المقاعد. نعم، حصد أكثر من 42 مقعدا في البرلمان، وهذا الرقم ليس قليلا في الإقليم، وبالتالي هو متقدم وأيضا هو متماسك، وهذه كلها عوامل قوة. يفترض باللاعب الآخر وهو الاتحاد الوطني أن يفهم أنهم ربما الآن أضعف، وقبل قليل قرأت بيانا لكتلة البناء بزعامة هادي عامري أنهم إن لم يوحد الكرد مرشحهم أنهم سيصوتوا لمرشح البرزاني، وهذا كله يقع ضمن التوافقات على منصب رئيس الوزراء، ذلك لأن منصب رئيس الجمهورية كما معلوم هو منصب يعني تشريفي وليس فاعلا في العراق، وعليه من أصوت له يفترض أن يصوت لي، وعليه أعتقد أن البناء بزعامة هادي عامري سيصوتون لصالح الكتلة الأكبر وهم الحزب الديمقراطي الكردستاني من أجل أن يضمنوا ولا الكردستاني في
في منصب رئيس الوزراء. رئيس الوزراء، ذكرت أن هذا المنصب تشريفي رئاسة الجمهورية، ولكن هل تعتقد أن اختيار منصب رئيس الجمهورية يخضع أيضا للصراع الأمريكي الإيراني؟ والله هو ما من شيء في العراق إلا ويقع ضمن هذا الإطار. معلوم أنه في الدستور رئيس الجمهورية له صلاحيات كبيرة وواسعة، وأيضا رئيس البرلمان، لكن يبدو أن قضية الكتلة الأكبر والبرلمان هو الذي سيطر على كل هذه الكابينات، يعني على كابينة رئاسة البرلمان وعلى كابينة رئاسة الجمهورية. نعم. ذلك لأنه ما من شيء يمرر في العراق إلا عبر البرلمان. إذن انعكس هذا الموقف البرلماني على بقية الرئاسات، وبالتالي ربما سحب البساط من تحت رئاسة الجمهورية والبرلمان دون أن يشعر الآخرون بهذا الأمر. نعم. وبالتالي القضية قضية الكتلة الأكبر هي التي تتحكم في المشهد العراقي سواء داخل البرلمان أو في القرارات الفاعلة في المشهد السياسي العراقي. شكرا جزيلا لك دكتور جاسم الشمري، الكاتب والباحث السياسي.